الكاتب محمد أمين في المصري اليوم النهاردة قال محدش ينكر جهود الدولة لتقنين أوضاع البنى في مصر، ومحدش ممكن يشوف الخرائط اللي عرضها رئيس الوزراء ويقول طب نعمل ايه. بيقول تابعت جولة رئيس الوزراء وتصريحاته وبشرى توحيد سعر التصالح في القرى بخمسين جنيه، ودي تالت مرة تخفيف في التصالح. محمد أمين سأل ليه كل السكان يروحوا الأحياء مش مالك العقار، والحقيقة ده برضو سؤال جالنا كتير قوي في الفقرة اللي احنا هنعملها النهاردة. بيقول هل خاف من تلاعب المواطنين اللي تعامل معاهم أثناء استخراج الترخيص؟ وليه كل البلبلة دي؟ طبعا الحديث عن المدن وعواصم المحافظات، ومحمد أمين بيقول لأني عشت التجربة بنفسي لما اشتريت شقة من واحد من الملاك المقاولين واتقال الكل لازم يتصالح، فطلبت ان احنا نعمل اجتماع للملاك، بحثنا الموضوع فاتقسم السكان لفريقين، فريق مش عايز يتحرك لان الموضوع ده يخص المالك، وفريق تاني عايز ينجز عشان ما يتضرش. بيقول انا كنت من الفريق اللي أيد ان احنا نتصالح التزاما بقرارات الدولة، لكن كان ليا رأي. كلام برضو محمد أمين الكاتب في المصري اليوم. بيقول ليه الحي ما يحطش يافطة على كل عقار تحدد لو كان العقار صالح او مخالف، فمحدش يقع في الفخ ويكون الطلاب السكن على بيته عارفين ايه اللي بيحصل. طبعا انت عارف يا استاذ محمد لو عملت كده اليافطه دي هتتشال بعد 13 ثانية الا ربع يعني. بيقول انا ضد اقامة المباني على اراضي زراعية تحت اي مبرر، حتى لو كان الفشل الحكومي في حل ازمة الاسكان هو السبب. ورئيس الوزراء قال المدينة بالكامل على اراضي زراعية، طب الاجهزة المحلية كانت فين؟ والمدينة بتنمو كل يوم قدام عينيها، فالحكومة تتحمل جزء من المشكلة والأحياء قبضت الرشاوي عشان تسمح بالبنى. بيقول أتفق مع رئيس الوزراء في رغبته في الإصلاح، لكن لابد من تخطيط المدن قبل البنى، ولابد من تنظيم الشوارع، لأن الصور اللي عرضها الدكتور مدبولي معناها أن العمارات مش مخططة والشوارع ما تسمحش بمرور لا عربيات المطافي ولا عربيات الإسعاف، فازاي تم بناء الادوار دي على شوارع عرضها ما يزيدش عن 4 متر؟ وكل هذا البناء العشوائي غير مقبول لانه اهدار للثروه وخطر على المواطن وخطر اكبر على الاراضي الزراعيه، ولازم الدوله تسبق المواطن بالتخطيط مش بعد البناء وتفرض شروطها بعد كده. امين كتب دكتور مدبولي قال انا كدوله ما يهمنيش جمع الاموال، انا عايز اقنن الاوضاع وانا موافقه لان الدوله مش محتاجه فلوس. وبفكركم بكلام المحافظ طارق عامر من يومين، بيشير لكلام محافظ البنك المركزي لما اتكلم مع احمد موسى، بيقول الاموال في البنوك في حدود ال 4.6 مليار جنيه. الحقيقه هم مش 4.6 مليار يا استاذ محمد، هو 4.6 تريليون جنيه. بيقول يعني الدوله مش محتاجه تقلب المواطن، لكن الغايه من قانون التصالح شكلها كأن الدولة بتمارس الجباية للأسف. يعني أنا شايف أن المقال مهم، عشان كده أنا بعرضه النهاردة لحضراتكم. طبعا في الكثير من النقاط يمكن تكون فاتت على أخونا محمد أمين، وكثير من النقاط أصابها، ما فيش حد بيصيب في كل شيء وبيخطئ في كل شيء. والنهاردة تاني بقول أن فقرتنا عن هذا الموضوع هنتكلم عن الـ قانون التصالح، وإحنا وصلنا لإيه والدنيا ماشيه ازاي. رئيس الوزراء والاعلاميين والمسؤولين ووزير الدفاع ووزير الداخليه، الناس دي كلها كانت في محافظه القليوبيه في بنها امبارح. محمد الجباس زميلنا نزل وراح بنها في القليوبيه عشان يشوف الناس بتعمل ايه، هل الناس فعلا ابتدت تاخد الاجراءات ولا الناس لسه مش مقتنعه. تعالوا نشوف. يواصل المواطنون التقدم لدفع جدية التصالح. كاميرا 90 دقيقة رصدت اليوم استمرار التوافد على مركز ومدينة بنها التابع لمحافظة القليوبية لمتابعة إجراءات التصالح بعد قرارات رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالأمس بتخفيض سعر التصالح. الإزالات متوقفة في الوقت الحالي، والإزالات هتكون على اللي بيفكر إن هو يحط طوبة على أرض زراعية. أي فلوس للمواطن دفعها وصدر قرارات نزلت خفضت، فأنت ده بيتخصم من الباقي. تقارب أسعار التصالح بين المناطق الشعبية والراقية
أدى إلى تساؤل المواطنين في مركز ومدينة بنها كيف يتم تخفيض سعر متر التصالح الكرة وتتساوى المناطق بعضها ببعض. صاحب العقار رفض ان هو يتصالح وانا بعد كده هشتكيه عادي مفيش مشكله بالعقد، ولكن دلوقتي انا جاي ادفع، انا ظروفي برضو ما تسمحش ان انا ادفع المبلغ كله مره واحده. فاحنا بس رجاء من السيد المحافظ ان هو يقلل لنا شويه، ليه؟ يخفض لنا شويه نسبه التصالح في المدينه. انا واحده عندي بيتي مترخص في مكان في المدينه وبرخصتي، انا ببني لاولادي تاني، ايه المشكله؟ يعني هو ياخد من الكره اللي هي اساسا بنيه على اراضي زراعيه وياخد مني انا اللي بانيه وعامله رخصه وعندي ترخيص، ياخد مني 300 و270. انا اللي قالوا لي عليه خلصته كله، لا قلت تمن ولا غير تمن، مع اني قاعد في عزبه تبع بنها منشيه النور، هم سموها دلوقتي منشيه النور، وحاسب لي 300 زي كفر السرايا وزي الفلل وزي كفر سعد وزي بطل. لكن منطقه الزهور، الحرس الوطني، عزبه السوق، عزبه البرنس، المناطق الفقيره دي الضعيفه دي حرام تتساوى بسعر المتر بالفلل على الكورنيش. عدد من الخطوات يتبعها المواطن فور الوصول للتصالح، وهو دفع رسم الفحص للمنشاه المخالفه ثم التوجه وتقدير قيمه الصلاحيه ومن ثم حساب جديه التصالح. المواطن بيجي لي المفروض ان احنا بنطلب منه صوره البطاقه الشخصيه، عقد الملكيه طبعا بموجب صحه التوقيع، محضر المخالفه او مكلفه من الضرائب او ايصال كهرباء او ايصال ميه، في بدائل كثيره يعني للمحضر، واثنين رسم هندسي انشائي ومعماري. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لدفع جديه التصالح في مخالفات البناء. كشف تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ قرابة 1,000,000 طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعة على المحافظات المختلفة. محمد الجباس، 90 دقيقة. طبعا أنا مش عارف مين اللي الصورة واصله له غلط، أنا ولا كثير من المواطنين اللي أنا شايفهم في التقرير. أتمنى أن أنا أكون صح وأقدر أشرح الفكرة أكتر في أن أنا أقول الآتي. حضرتك لما بتقدم على طلب التصالح وبتقول أنا عايز أتصالح على كذا متر أو أنا عندي المخالفة الفلانية ومقدم على التصالح، بعد كده هيبقى في لجان تفحص هذه الطلبات أولا عشان يا تقبل يا ما تقبلش، لان في ناس لن تقبل طلبات التصالح بتاعتها لان هم مخالفين في حاجات القانون نفسه حدد انه لا يمكن التصالح عليها، زي مثلا مخالفة الارتفاعات الخاصة بالطيران او خط التنظيم او غيره. دي نمرة واحد. نمرة اتنين انه ساعتها هيبقى في فحص للملفات من لجان، اللجان دي انت حضرتك هتبقى من حقك تتظلم قدامها وتقول له والله انا فرضوا عليا 250 جنيه في حين ان العزبة اللي جنبي، الكفر اللي جنبي، القرية اللي جنبي مفروض عليها 50. طبعا من حقك ان انت من النهاردة تبقى مش عايز تدفع المقدم الكبير او ما عندكش امكانية ان انت تدفع ده، فاحنا بنجيلك عشان تقول هذا الكلام والرسالة توصل الى الحكومة، والحكومة زي ما شفنا امبارح بتستجيب وبتتحرك، والغرض زي ما قال رئيس الوزراء مش جمع الاموال ولكن تقنين الاوضاع. كل ده انا بقوله بس عشان تبقى الصورة واصلة كاملة، ان دي مرحلة اولى، والمرحلة التانية لما اللجان هتفحص وهتشوف تظلمات الناس وتقرر وتبت فيها. اتمنى اكون اللي انا فاهمه وفهمته من وزير الاسكان ووزير التنمية المحلية كان هو ده، وان هو ده فعلا اللي هيتم.